And now, bring out his opponent to the ring, fighting out of the blue corner from Uzbekistan, Abdumalik Khalakhov. Dangerous, no, I can't quit. Ladies and gentlemen, and we're underway in our ring with bout 233 here in your men's finals. Bout 233 is sanctioned for three-minute rounds between Kazakhstan and Uzbekistan in a men's featherweight 57kg division championship matchup. This bout is for the undisputed men's featherweight championship title. Your five judges being represented here tonight ringside are from the Kingdom of Thailand, Algeria, Ireland, Morocco, and finally Italy. And when the action begins, your female referee in the center of the ring by the bell, representing the IBA by way of Bulgaria, with referee Maria Kalikleva. And now, reintroducing first, fighting out of the red corner, Khonimdar Min Mirzalar Khasalinistan, Kazakhstan, Serik Temirzanov. And introducing his opponent, fighting out of the blue corner, Mukhtaram Khonimlar Vashanoplar, is Uzbekistan, Abdumalik Khalakhov. Ladies and gentlemen, our fighters are ready. Referee Maria Kalikleva will now be giving her final instructions to the boxers. Head up, not holding, not low ball. Listen my command. Shake hands and good looking. This is round number one. والآن سيداتي أنساتي سادتي متابعين ومشاهدين نهائيات بطولة آسيا للرجال هذا اليوم اللقاء في نهائي وزن 57 كيلوغرام يجمع من كازاخستان في الركن الأحمر سيرك تميرزانوف ومن أوزبكستان في الركن الأزرق عبد الملك خالوكوف إذن أيضا التحدي الجديد الآن بين كازاخستان وأوزبكستان الصراع على نيل الميداليات الذهبية الأكثر في هذا اللقاء ومواجهة جديدة بين كازاخستان وأوزبكستان ونلاحظ معظم الملاكمين في النهائيات من كازاخستان ومن أوزبكستان إذن صراع قوي جدا بين كلا الدولتين كلا البلدين في لعبة الملاكمة الأقوى آسيويا إذن خالوكوف يحاول أن يتميز باللكمات أيضا في مواجهة قوية مع سيرك تميرزانوف الأول المصنف الأول على العالم من كازاخستان إذن مباراة قوية ونارية ولكمة قوية أيضا إذن أيضا عبد الملك خالوكوف ليس بالملاكم السهل رغم أنه يوجه المصنف الأول على العالم من كازاخستان سيرك تميرزانوف إذن البطل العالمي أيضا عبد الملك خالوكوف والبطل الآسيوي والأولمبي في مواجهة قوية مع المصنف الأول على العالم سيرك تميرزانوف من كازاخستان إذن الجولة الأولى تمضي بنسق ورتم
متوازن بين الملاكمين. وركمات المستقيم لعبد الملك خالوكوف دائما تصيب سيرك. إذن انقضاض بالمستقيمات لعبد الملك خالوكوف. وركمات قوية. إذن عبد الملك خالوكوف يحاول دائما تحت الجولة الأولى وذهبت لصالح الكازاخستاني سيرك تامرزانوف في الركن الأحمر وبنتيجة 3-2. إذا القضاء من تايلاند والجزائر والمغرب منحوا الفوز ل سيرك تامرزانوف من كازاخستان، في حين القضاء من ايرلندا ومن ايطاليا منحوا الفوز لعبد الملك خالوكوف من اوزبكستان في الركن الازرق. Seconds out. Ladies and gentlemen, this is round two. بدأت الجولة الثانية الآن. وتقدم في الجولة الأولى لسيرك تامرزانوف. إذن نحن الآن أمام جولة هامة جدا لكلا الملاكمين، طبعا تقارب النتيجة في الجولة الأولى وإن كان لصالح سيرك تامرزانوف من كازاخستان، إلى أن هذا تقارب في النقاط يستطيع أي من الملاكمين الآن تعزيز حظوظه بالفوز في الجولة الثانية. واشتباك بين كلا الملاكمين. إذن كلا الملاكمين بالجارد الأرثوذكس العادي، وهنا إصابة للملاكم سيرك تامرزانوف من كازاخستان في الحاجب. ليس معروفا إن كانت يعني هي إصابة سابقة مثلا وتعززت أم هنالك إصابة في هذه في الجولة الأولى. إذن بدأ سيرك تامرزانوف بالكشف عن مستواه الفني من خلال توجيه اللكمات المتنوعة بالمستقيمات والهوك. وركلة مستقيم يمين قوية من سيرك تامرزانوف. إذن أيضا دخول بالأبركت إلى الجسم، حركات فنية وجميلة ورائعة لسيرك. ايضا عبد الملك خالوكوف يعتمد على اللكمات المستقيمه ووجه مستقيمه صاروخيه الى عبد الملك خالوكوف الى سيرك تامرزانوف. اذا عبد الملك خالوكوف صاحب اللكمات المستقيمه البعيده المدى والتي تقصف عن بعد. اذا المدفعيه الاوزبكيه تطلق قذائفها نحو سيرك تامرزانوف الكازاخستاني والمصنف أول على العالم. إذن هذا الملاكم الرائع والقوي والمتميز سيرك تامرزانوف. إذن أيضا هنالك أصبح هناك نزف دماء. إذن كما ذكرت الجولة الأولى كانت لمصلحة عبد سيرك تامرزانوف، الإصابة سيعود بعدها القضاء إلى احتساب النقاط للفائز، ولذلك ليس من مصلحة عبد الملك خالوكوف توسيع هذه الإصابة في هذه المرحلة قبل أن يتمكن من تعزيز نقاطه في الجولة الثانية، ولكن أيضا قد تؤثر نفسيا على الملاكم
سيريك تمرزانوف. هنا تحدي الآن بين كلا الملاكمين، تحدي واضح في الإشارات وتبادل الإشارات بينهما. الثانية وتقدم كبير 4-1 لعبد الملك خليكوف. إذا تمكن عبد الملك خليكوف من تعزيز فرصه الآن بعد فوزه بالجولة الثانية 4-1 وإصابة الملاكم سيريك تمرزانوف في جبينه. الآن يستطيع أن يعزز فرصه بتعزيز الضغط على إصابة الملاكم عبد الملك سيريك تمرزانوف ليفوز في اللقاء. عبد الملك خليكوف انتهى بالإصابة مثلا. إذن الآن جولة نارية، يحتاج سيريك تمرزانوف إلى الفوز بكامل نقاط الجولة الثالثة والأخيرة لتعزيز فرصه بالفوز في المباراة، أو حتى 4-1 أيضا. This is your third and final round. إلى اثنان. إذن انقسام القضاء يجب أن يكون إذا أراد عبد الملك خليكوف فأكثر 3-2 أو أكثر، وإذا أراد أن يفوز سيريك تمرزانوف 4-1 أو 5-0 لمصلحة سيريك. إذا هذه هي الفرص أمام كلا الملاكمين، فرص متكافئة نوعا ما. يجب أن يكثف من هجومه الملاكم عبد الملك خليكوف أكثر. وجولة نارية، جولة نارية هذه الآن، هذه الجولة هي الحاسمة في هذا اللقاء. إذا شاهدنا عريفة يعني جولتين ناريتين بين بطلين عالميين، والآن هذه الجولة الحاسمة، ماذا تقول في هذه الجولة؟ أداء عالمي للاعبين، كل واحد مع جولة. هلأ الجولة الثالثة هي الجولة الحاسمة. المستوى يعني زي أكن نهائي أولمبي، أدمى أسلوبهم جدا رائع، التحركات إصابة الخصم في المكان المناسب. فعلا نحن شايفين ببطولة آسيا عمان 2022 الأفضل بآسيا، بتنافسوا على لقب بطل آسيا، عن جد أداء عالمي لهلا. شكرا عريفة، جولة نارية وجولة حاسمة بين كلا الملاكمين. تنبيهات من الحكم، والآن هذه اللحظات الحاسمة. الآن من يستطيع أن يقنع أكبر عدد من القضاة في حقيقة بالفوز يظفر بهذه الجولة، ويظفر بالتالي بهذا الوزن وذهبية وزن 57 كيلوغرام الذي يسبق لقاء البطل محمد أبو جاجي الذي سيأتي لقاءه بعد الآن، البطل الأردني محمد أبو جاجي في وزن 60 كيلوغرام مع الملاكم المنغولي. إذن لحظات وتنتهي هذه الجولة التي إما تحمل الفرح وإما تحمل الحزن، لأن هنالك الجماهير تنتظر كل واشن هجوما قويا عبد الملك خليكوف في النهاية الجولة. هذه الروح الرياضية، صراع في الحلقة وبعد النزال، نحن أخوة وأحبة. هذه الروح الرياضية الجميلة لرياضة الملاكمة. إذا من سيفوز في هذا اللقاء؟ شن هجوما كاسحا عبد الملك خليكوف في الجولة الثالثة. الإصابة أثرت نفسيا على سيريك تمرزانوف، ولكن هنالك نقاط وحظوظ كما ذكرنا، يعني الفوز
بنقاط معينة سيكون لصالح أي من الملاكمين. إذا النتيجة حائرة الآن، تعتمد على رأي القضاء، من تمكن من إعطاء الأكثر هو الذي يفوز. ننتظر. هنا الدكتور سعد جابر يتابع هذا اللقاء، اللقاء الجميل والناري بين كازاخستان وأوزبكستان، بين سيرك تمرزانوف وعبد الملك خالكوف. Ladies and gentlemen, bout 233 here in your men's finals comes to a close after being three-minute rounds in a men's featherweight 57 kg matchup. This bout was sanctioned for three-minute rounds between Kazakhstan and Uzbekistan for your undisputed men's featherweight championship title. After being three-minute rounds, we go to the judges' scorecards, where your judges have ruled in favor of your winner by points, declared by split decision. The new corner is Uzbekistan, Abdulmalik Khalilov.